عليكم ورحمة الله. أبنائنا طلبة وطلبات الصف الأول الإعدادي، أهلا بكم معانا. المفروض إن احنا كده خلاص خلصنا الوحدة الأولى، اتكلمنا على الثلاث دروس بتوع الوحدة الأولى. هندخل بقى على الوحدة الثانية اللي هي كانت اسمها الطاقة. بس قبل ما هبدأ أدخل في الوحدة الثانية برضو هركز على الدرس اللي فات. قلنا إن الدرس اللي فات كان فيه شوية مصطلحات كويسة كده، كان تعريف الذرة، كان فيه عندنا العدد الكتلي، كان فيه عندنا العدد الذري. الدرس اللي فات مهم، عدد العناصر أو أسماء العناصر بالرموز بتاعتها طبعا مهم جدا. تعالوا نتكلم. أول تعريف كان معانا المرة اللي فاتت كان اسمه الذرة، وقلنا إن الذرة هي عبارة عن أصغر وحدة بنائية للمادة، ودي كانت يمكن أن تشترك في التفاعلات الكيميائية. قلنا إن الذرة كانت بتحتوي على حاجتين أو بتتركب من جزئين أساسيين، اللي هما الجزء الأول اسمه النواة، والنواة دي كانت بتحتوي على جسيمات موجبة الشحنة اسمها بروتونات موجبة، وقلنا إن فيها عندنا الحاجة التانية اللي هي النيوترونات متعادلة الشحنة. يبقى الذرة هي إيه يا سنة أولى؟ الذرة هي أصغر وحدة بنائية للمادة يمكن أن تشترك في التفاعلات الكيميائية. قلنا بتتكون من إيه؟ بتتكون من النواة. النواة دي كان فيها بروتونات موجبة ونيوترونات متعادلة. اللي بيدور حوالين النواة بقى كان اسمه ايه؟ كان اسمها الكترونات، ودي كانت سالبة الشحنة، ودي كانت بتدور طبعا بسرعة كبيرة جدا في مستويات بنرمز لها بمستويات اسمها مستويات الطاقة، بنرمز لها بالرموز KLMNOBQ. طيب بعد كده هنتكلم على ايه يا سنة اولى؟ هنتكلم على العدد الذري، تعريف العدد الذري والعدد الكتلي. اذكركم تاني، الذرة كان اسمها ايه؟ اصغر وحدة بنائية للمادة يمكن ان تشترك في التفاعلات الكيميائية. طيب اما نقول علي ليه الذره متعادله كهربيا، قلنا لان عدد البروتونات الموجبه بتساوي عدد الالكترونات السالبه، وده سؤال كتير بيتكرر في الامتحان. يجي يقول لنا علي للذره ليه متعادله كهربيا، هقول له ان عدد البروتونات الموجبه بتساوي عدد الالكترونات السالبه. طيب العدد الذري بقى تعريفه ايه؟ مين فاكر؟ ها، عدد البروتونات الموجبه الموجوده داخل نواه الذره. طب بيكتب فين يا سنه اولى؟ بيكتب اسفل يسار العنصر، تمام. طب العدد الكتلي، العدد الكتلي كان بيساوي ايه؟ مين شاطر يفكرنا؟ ها، مجموع عدد البروتونات الموجبه زائد النيوترونات المتعادله. ده موجود فين؟ موجود داخل النواه. طب بيكتب فين؟ بيكتب اعلى يسار، اعلى يسار رمز العنصر. طيب العدد الكتلي كان بيساوي ايه؟ بيساوي عدد البروتونات زائد عدد النيوترونات. مين شاطر يفكرنا العدد النيوترونات كان بيساوي ايه؟ ها، عدد كتلي ناقص عدد ذري. يبقى العدد الكتلي بيساوي ايه؟ عدد البروتونات زائد عدد النيوترونات. معايا؟ طيب كل مستوى طاقة طبعا كان بيتحمل بعدد معين من الالكترونات، وكنا بنحدده من العلاقة اللي هي بتقول 2 نون تربيع، وقلنا ان نون ده كان اسمه ايه؟ نون ده اللي هو رقم المستوى. فاكرين المستوى الاول كي؟ لما اقول 2 نون تربيع، المستوى الاول كي هتشبع بكام؟ ب2 الكترون. طب اللي بعده المستوى الثاني 2 نون تربيع، 2 في 2 تربيع يعني 2 في 4 يعني 8. المستوى الثالث يعني 2 في 3 تربيع يعني 2 في 9 بيساوي 18. المستوى الرابع 2 في 4 تربيع يعني 2 في 8 في 16 يعني ب32. تمام كده معايا؟ احنا قلنا ان مفيش بعد كده، ما ينفعش تطبق العلاقة اللي هي 2 نون تربيع على اكتر من المستوى الرابع، لان في الوقت ده الذرة هتكون غير مستقر. خلاص؟ طيب تعالوا بعد كده نشوف ايه يا سنة اولى. احنا اتفقنا ان كل مستوى طاقة له قيمة معينة من الطاقة بتزداد كلما ابتعدنا عن النواة. يعني المستوى كي بعد منه المستوى ال، مين فيهم الازيد؟ المستوى ال مستوى الطاقة بيكون اعلى من المستوى ايه؟ كي. يبقى كل ما بنبعد عن مستوى عن النواة مستويات الطاقة بيحصل لها ايه؟ بتزداد. معايا؟ طاقة الكم او طاقة الكوانتوم، وده اتفقنا ان هو تعريفها مهم برضو، وقلنا ان هي مقدار الطاقة التي يكتسبها او يفقدها الالكترون لكي ينتقل من مستوى طاقة الى مستوى طاقة ايه؟ الى مستوى طاقة اخر. ده اللي هو مصطلح طاقة الكم او طاقة الكوانتوم. بركز تاني يا سنة اولى، بقول ان التعريف ده مهم. خلاص؟ نبدأ بقى النهاردة نتكلم على الدرس بتاعنا اللي هو الطاقة ومصادرها وصورها، اللي هو ده يعتبر اول درس في الوحدة اتنين في الوحدة التانية. كلنا طبعا ما فيش عندنا اختلاف ان احنا عندنا الشمس هي المصدر الرئيسي للطاقة اللي بيمدنا بالضوء والحرارة. لو ما فيش شمس يبقى ما فيش حياة. يبقى ده مبدأ كده اساسي، سبحان الله، ان النجم بتاعنا اللي هو الشمس اللي بتدور حوالين منه كل الكواكب في مدارات طبعا محددة هو المصدر الرئيسي للطاقة اللي بيمدنا بالضوء وايه؟ اللي بيمدنا بالضوء والحرارة. تمام. طيب الطاقة اللي احنا بنستخدمها في ايه؟ يعني ايه هي الطاقة دي؟ بنستخدمها في حياتنا في ايه؟ بنستخدمها في كل حاجة. بنستخدمها في تشغيل الاجهزة والالات، في التدفئة، في طهي الطعام، بنستخدمها في الانارة. عندنا صور كتيرة جدا للطاقة لسه هتكلم عليها بالتفصيل ان شاء الله خلال الدرس.
طيب اما اسالك سؤال كده مبدئيا واقول لك ماذا تتوقع اذا لم نزود السياره بالوقود؟ لو انا دلوقتي ما حطيتش في السياره دي بنزين هيحصل ايه؟ سواء بنزين بقى او غاز على حسب هي بتشتغل بايه. لو انا قلت لك دلوقتي السياره دي احنا مش هنحط فيها وقود هيحصل ايه؟ هتمشي؟ طبعا لا. طب ليه؟ هقوله لان الطاقه الناتجه من احتراق الوقود داخل السياره بتجعلها قادره على ايه؟ بتجعلها قادره على الحركه. يبقى احنا ليه بنحط فيها وقود او بنحط فيها بنزين؟ علشان تقدر تتحرك. طب لو هي ما فيش فيها بنزين يبقى مش هتمشي. يبقى الطاقه الناتجه من احتراق الوقود داخل السياره دي بتجعلها قادره على ايه؟ على الحركه. ده انا ببسط لك في الاول كده مفهوم كلمه الطاقه، خلاص؟ طيب بصوا معايا، اما اعرف لك مصادر الطاقه، ايه هي مصادر الطاقه اللي موجوده في حياتنا؟ ممكن نشوف مصادر الطاقه دي جايه لنا منين. اولا ممكن نقول من الشمس، ودي طبعا مصدر ثابت ودائم ونظيف وتعتبر من احسن مصادر الطاقه اللي موجوده في حياتنا. طب ممكن نقول برضو الرياح، الرياح برضو تعتبر مصدر متجدد من مصادر الطاقه. عندنا حركه المياه، ودي برضو تعتبر مصدر متجدد. الوقود مصدر غير متجدد لان هو لو نفذ خلاص ما عادش موجود، يعني حقول البترول نفذت ما عادش موجود يبقى ما ينفعش تتجدد. لكن الشمس بتجي لنا كل يوم، فعشان كده بقول عليها مصدر ايه؟ ثابت ودائم ونظيف. الرياح متجدده، المياه برضو مصادر متجددة. طب التفاعلات النووية، ودي بتستخدم في الأغراض السلمية، طبعا لها استخدامات غير سلمية بس احنا بنستخدم التفاعلات النووية في الأغراض السلمية اللي هي ايه؟ انتاج الطاقة. الغذاء اللي احنا لما بناكل دلوقتي، الغذاء اي حد فينا بياكل ليه؟ ليه بناكل؟ علشان احتراق الغذاء ده بينتج عنه طاقة اللي الجسم بيحتاجها للقيام بالأنشطة الحيوية. يبقى الغذاء برضو يعتبر مصدر من مصادر الطاقة. يبقى اما اقول لك ايه هي مصادر الطاقة؟ الشمس، الرياح، حركة المياه، الوقود، التفاعلات الكيميائية، الغذاء. دي بسميها ايه سنة أولى؟ بسميها مصادر الطاقة. معايا؟ طيب اما اقول لك علي، ليه بيتجه كثير من دول العالم الى استغلال الطاقة الشمسية لانتاج الطاقة الكهربية؟ ليه دلوقتي كله بدأ يعمل خلايا شمسية؟ دي بقت الحاجة، التكنولوجيا الحديثة كلها دلوقتي بدأت تطبق في الخلايا الشمسية. ليه؟ هقول لانها مصادر رخيصة وغير ملوثة للبيئة، وتعتبر مصادر ايه؟ دائمة، يعني ما بتنفش. احنا اتفقنا ان الشمس هي عباره عن مصدر ايه؟ مصدر دائم وثابت. طيب تعالوا نشوف بعض صور الطاقه. انتوا فاكرين صور الطاقه؟ خدناها الكلام ده كتير وكلمنا فيه وانتوا في ابتدائي كتير جدا. ايه هي صور الطاقه يا سنه اولى؟ عندنا مصادر كتير، او احنا قلنا صور كتير. المصادر اللي احنا عرفناها اللي هي الشمس والرياح والوقود والغذاء اتكلمنا فيهم. طب تعالوا نشوف بقى صور الطاقه هي ايه. عندنا صور زي الطاقه الميكانيكيه، ودي معناها ايه كلمه الطاقه الميكانيكيه دي؟ اللي هي مجموع طاقه الوضع زائد طاقه الحركه، ودي هنتكلم عليها كتير جدا في الدرس بتاعنا ده. الحاجة التانية اللي هي الطاقة الضوئية، ودي بنشوفها فين؟ في الشمس، بتيجي من المصباح الكهربي برضو بيجي لنا طاقة ضوئية. طب الطاقة الصوتية بتيجي منين؟ من الأدوات الموسيقية، من الراديو، البيانو. طب الطاقة الكهربية من مولدات الكهربية والخلايا الشمسية. طب الطاقة الكيميائية بتجي لنا منين؟ بتجي لنا من الطعام، بتجي لنا من بطاريات السيارة. طب الطاقة النووية بتيجي منين؟ من المفاعلات النووية. برضو لو سألتك ليه احنا بناكل الأكل؟ لماذا تتوقع اذا لم يتناول الانسان الطعام لفتره طويله؟ لو الانسان ده ما اكلش هيحصل ايه؟ هيبقى فيه عنده طاقه؟ لا. هي الطاقه بتاعته بيجيبها منين؟ بيجيبها من الغذاء. يبقى الطاقه المستمده من الغذاء تمكن الانسان من الانشطه او من القيام بالانشطه الحيويه المختلفه وبذل الشغل. يعني الانسان اللي ما بياكلش هتلاقيه بدا يبقى هزيل، بدا يبقى تعبان، بدا تبقى صحته قليله، خلاص بدا في ان هو يبقى صحته بتتدهور. ممكن مع استمرار قله الاكل ده ممكن يؤدي الى الوفاه. طب احنا بنعمل ايه لما بناكل ده؟ بنعمل ايه بالاكل؟ الطاقه المستمده من الغذاء بتمكن الانسان من القيام بالانشطه ايه؟ مختلفة وبذل الشغل. طيب تعالوا بقى نعرف تعريف كلمة الطاقة. احنا عمالين نتكلم على مصادر الطاقة، اتكلمنا على صور الطاقة، كلمة طاقة بقى تعريفها ايه؟ اقول له الطاقة هي المقدرة على بذل شغل او احداث تغيير. يبقى تعريف كلمة الطاقة يعني ايه؟ هي المقدرة على بذل شغل او احداث ايه؟ او احداث تغيير. طيب احنا هناخد صورة من صور الطاقة او هنشوفها متمثلة قدامنا في كلمة الشغل. يعني ايه كلمة الشغل؟ الشغل هو مقدار القوة التي اذا اثرت على جسم ما حركته مسافة معينة في اتجاه. يعني لو انا قدامي دلوقتي ديسكو بدأت اضغط عليه او اثر عليه بشغل، يبقى انا هقدر احرك الجسم ده. لازم يكون في قوة بتحرك لي الجسم ده. خد بالك انا بقول ايه؟ قوة بتحرك. يبقى الشغل بيعتمد على عاملين انا من كلامي قلتهم. ايه هما العاملين؟ القوة والحركة اللي هي هقول عليها. اتحرك دي معناها المسافة اللي هو اتحركها. يبقى الشغل يعني ايه كلمة الشغل؟ هو مقدار القوة التي اذا اثرت على جسم ما حركته مسافة معينة في اتجاهها. يبقى انا دلوقتي انا بزق الديسك مثلا في اتجاه قدامي، يبقى القوة اللي انا بأثر بيه هتبقى فين؟ هتحركه مسافة قدامي.
انتوا فاهمين اللي انا بقوله؟ يبقى الشغل دلوقتي يعني ايه؟ هو مقدار القوة التي اذا اثرت على جسم ما حركته مسافة معينة في اتجاهها، في اتجاه القوة. يعني القوة حركته في الجنب، يبقى اتجاهه او المسافة اللي هيتزحزح فيها هيروح فين؟ في الجنب. طب انا حركته لقدام، يبقى اثرت عليه بقوة لقدام، يبقى المسافة اللي هيتحرك فيها في نفس اتجاه القوة. وحدة قياس الشغل هي تعتبر الجول. وحدة قياس الشغل هي ايه؟ الجول. اقدر اجيب استنتج قانون بقى للشغل؟ استنتج قانون يعني معنى كده مثل ان هيبقى فيه مسائل. ايوه هيبقى فيه مسائل وهشتغل بيها في ايه؟ بالقانون. الشغل بتاعنا بيساوي ايه؟ القوه في الازاحه. يعني ايه الازاحه؟ يعني المسافه اللي هو اتحرك فيها. لذلك انا في الكلام قلت لك الشغل بيعتمد على عاملين اساسيين اللي هم مين؟ اللي هم القوه والازاحه. الشغل بيعتمد على عاملين اساسيين اللي هم مين؟ القوه والازاحه. سنه اولى فاكرين اخذنا قبل كده قانون كان اسمه قانون ايه؟ الكثافه. الكثافه كانت بتساوي ايه؟ ها، بتساوي الكتلة على الحجم. عرفنا ازاي نحل مسائل؟ فاكرين كنا بنعمل ايه سنة اولى؟ علشان احل مسائل كنت بعمل ايه؟ كنت اول حاجة بطلع بياناتي رقم 2، بكتب القانون رقم 3، ببدأ اعوض، وما ننساش نكتب الوحدة بتاعتنا. طيب ارجع تاني، انا قلت دلوقتي الطاقة يعني ايه؟ هي المقدرة على بذل شغل او احداث تغيير. طب الشغل هو ايه؟ هو مقدرة القوة او مقدار القوة التي اذا اثرت على جسم ما حركته مسافة معينة في اتجاهها. طب الشغل بيساوي ايه؟ بيساوي القوة في الازاحة. الوحدة بتاعت الشغل او وحدة قياس الطاقة هي ايه؟ هي الجول. تمام؟ طيب تعالوا بقى ندخل بعد كده على ايه؟ مسألة. ناخد بقى مسائل علشان نتعلم ازاي نحل مسألة للشغل. المسألة بيقول لنا احسب مقدار الشغل عندما تؤثر قوة مقدارها 40 نيوتن على جسم فتحركه مسافة 5 أمتار في اتجاهها. بيقول ايه سنة أولى؟ احسب مقدار الشغل. يبقى أنا الشغل بيساوي ايه؟ بيساوي مجهول. أما قال لي احسب الشغل، يبقى الشغل في الوقت ده أقول بيساوي ايه؟ مجهول. طيب القوة بتساوي كام؟ 40 نيوتن. طب الإزاحة 5 متر. طب اول حاجه انا عملتها طلعت البيانات رقم 2، فاكرين كنا بنعمل ايه؟ كنت بكتب القانون. الشغل بيساوي القوه في الازاحه. طب ابدا اعوض بقى، بيساوي القوه بكام؟ ب 40 في الازاحه ب 5، يعني 40 في 5 بتساوي 200 جول. دي اول مساله. المسائل بتاعه الشغل بتكون مسائل مباشره، ما فيش فيها اي تكات ولا فيها اي شغل، هي مساله مباشره. اي عنصر من العناصر الموجود عندي بيبقى ناقص هو الشغل او القوة او الازاحة، اي حاجة فيهم واحدة بس بتبقى ناقصة، وببدأ اعوض عنها واجيب التعويض بتاعها مباشرة. المسألة التانية بتقول لي احسب القوة المؤثرة على جسم. احسب القوة يعني القوة بتاعتي هي اللي مجهولة دلوقتي. احسب القوة المؤثرة على جسم ما لتكسبه شغلا قدره 100 جول وتحركه ازاحة قدرها 4 متر. القوة بتاعتنا بتساوي ايه؟ مجهولة. طب الشغل بيساوي ايه؟ الشغل بيساوي 100 جول. انا بطلع بياناتي من المسألة. طب الازاحة هتساوي 4 متر. طب القانون بتاعنا بيقول ايه؟ الشغل بيساوي القوة في الازاحة. طب انا عايز ايه؟ انا عايز القوة، يبقى القوة هتساوي الشغل على الازاحة. تمام؟ طيب يعني بتساوي 100 على 4 يعني هتساوي 25. خد بالك القوة الوحدة بتاعتها بالنيوتن. يبقى انا قلت دلوقتي الشغل بيساوي القوة في الازاحة. الشغل الوحدة بتاعته ايه؟ الجول. طب القوة الوحدة بتاعتها ايه؟ النيوتن. طب الازاحة الوحدة بتاعتها بتساوي متر. معايا؟ كده يعتبر احنا خلصنا الدرس بتاعنا، جزء منه. انا كل اللي اتكلمت عليه النهاردة اللي هو تعريف الشغل، التعريف بتاعه، واخدنا القانون واخدنا المسائل اللي ممكن تتطبق عليه. ان شاء الله الحصة الجاية نبدأ نتكلم على صور الطاقة اللي عندنا، اللي هي هنتكلم عليها طاقة الحركة وطاقة الوضع. ان شاء الله ناخدهم الحصة الجاية.